الشعائر الشيعية لا تعجب إلا البوذية أو الهندوسية، ها هم الشيرازية وغيرهم من الشيعة فرحين لأنه يوجد رجل هندوسي قام بمشاركتهم في هذه الشعائر، ويقولون له أتباع كثر عشرات الآلاف، وقام بالمشاركة معهم في ضرب نفسه بالسلاسل على ظهره، فهم فرحون بذلك ويزعمون أن هذا هو منهج الحسين. حيث أعلن الرجل الهندوسي في ليلة العاشر من المحرم أنه سيشارك في موكب عزاء زنجيل السكاكين تأسيا بمصاب الإمام الحسين عليه السلام، قائلا: إني لست مسلما ولا شيعيا وإنما حسيني. سمعتم، متأسيا بمصاب الحسين. علموه أن التأسي بمصاب الحسين أن يضرب ظهره، علموه أن التأسي بمصاب الحسين أن يلطم ويطبر، هذا هو التأسي بمصاب الحسين. وأيضا هذا الرجل ليس شيعيا ولا سنيا ولا مسلما، ولكنه حسيني، أي يوجد دين جديد عند هؤلاء الشيعة. ليس هذا الدين لا للشيعة ولا السنة ولا الإسلام، يوجد دين اسمه دين الحسين. مضيفا أنه لثلاثة أيام متواصلة يشارك أصحاب المواكب أعمالهم، يشار إلى أنه رجل دين لدى الهندوس وله عشرات الآلاف من الأتباع. وغدا عشرات الآلاف من أتباع هذا الرجل يخرجون من عبادة البقر إلى عبادة البشر ويصبحوا شيعة إمامية، شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟